الحمد لله الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وأحسن الخواتم ويستسقى اللمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعرض كل معلوم لك. اللهم أوصل مثل ثواب ما قرئناه وما صليناه وما سلمناه هذه هدية واصلة ورحمة نازلة بركة شاملة بعد القبول منا أول إلى حضرة روح نبينا وشفينا ومرشدنا ومنجينا وهادينا قرة عين محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم إلى حضرات أرواح آبائنا وإخواننا وجميع الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصديقين والصالحين، اللهم بحقهم وبمددهم وبجاههم وبكراماتهم يسر سيرنا وسهل أمورنا وقل حوائجنا ودفع برياتنا واشف أمراضنا وهد ديوننا يا رب العالمين. اللهم يسر عسيرنا وسير والدنا وسير من عاننا وسير من أوصانا، وإن تيسير كل عسير عليك يسير. سهل أمورنا وأمورهم وقل حوائجنا وحوائجهم واكشف كروبنا وكروبهم وفرج همومنا وهمومهم وحصل مراداتنا ومراداتهم ودفع عنا وعنهم كل بلاء الذي قدرت علينا وعليهم يا رب العالمين. اللهم دفع عنا شر الكافرين والمنافقين والظالمين والحاسدين والنمامين والمغتابين والساحرين والسياسيين والعائنين عنا يا خفي الألطاف، ونجنا من شرورهم يا رب العالمين. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا ومصيباتها وفتناتها وضيق عيشها وشرورها وعذاب الآخرة. اللهم بارك لنا في مجلسنا هذا وفي اجتماعنا هذا بركة تامة كما باركت على عبادك الصالحين. اللهم لا تفلحنا بين رؤوس الخلائق لا في الدنيا ولا في الآخرة. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله تعالى وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله جلالي راتب تودنغو يانا വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും രോഗങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞവരുണ്ട്, മജ്ലിസിൽ വന്നവരുണ്ട്. എല്ലാവരും നല്ല നിയ്യത്തിലിരിക്കുക. ഈ മജ്ലിസ് കൊണ്ട് അല്ലാഹു നമുക്കും നമ്മളോണ്ട് ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്ത സഹായിച്ച സഹകരിച്ച ഒരുമിച്ച് കൂടിയ എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോയി എളുപ്പമാക്കി തരട്ടെ. എല്ലാവരുടെ വിഷമങ്ങൾ അല്ലാഹു പൂർത്തീകരിച്ച് തരട്ടെ. ഇൻഷാല്ലാ ആരംഭിക്കും. ഔദുബില്ലാഹി മിനശ്ശൈത്വാനിർ റജീം. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا
يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. 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 ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. 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 بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشية الله. 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 آمنا
بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر يا ربنا وعفو عنا وامه الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين 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 أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين 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 يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم نستغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا 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 نستغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا
أستغفر الله رب البرايا أنا أستغفر الله من الخطايا. بشرا بالصلاة طه نبيا ارفع شيخنا بنيا رضيا لست انسى الاحباب ما دم تحيا اذ بنوا بنا ومقالا قصيا فتلوا آية البدع فخانوا خيفة البين سجدوا وبكيا هب ذكرهم تسيع دموعي كلما استغدوا بذرة وعشيا فأناجي الإله من علم شوقي كمناجاة عبده زكريا واختفى نورهم فعدت أنادي في ظلام ذو جانداء خفيا فهن العلم بالفراق فهبني ربي بالقرب من لدنك منيا يا خليلي خلياني بعشقي أنا أولى بالنار حب صليا أنا في نظير وحب وقلبي لست أدري أيهما شد عتيا أنا شيخ الغرام من يقتدي بي في الهوى أهديه صراطا سبيا أنا ميت الهوى ما يوم أراهم ذلك اليوم يوم أبعث حيا واستجب سيدي دعائي لعني لم أكن بالدعاء رب شقيا واستجب سيدي دعائي لعني لم أكن بالدعاء رب شقيا واستجب سيدي دعائي لأني لم أكن بالدعاء رب شقيا صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المؤلى مرحبا مرحبا وأهلا وسهلا لعبيد دنوا إلى باب مولى صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى بسطوا كف ذلة وافتقاري بمداد النشاب قلب تملى صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى وأراد جنودهم طول ليلا خوف ما يفترون عن نهب ليلى صلوات الكريم شهرا وحولا
ألف ألف على الرسول المعلى وسقاهم حبيبهم نعل عشقي فغدونا وهو السكار وميلا صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى خلى الله تاج عز عليه يا له حبي العالي والعلا صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى فلهم أوجه تنير الضرامة وآيات تداول الخير كلا صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى وقلوب تقلبت بالجليل مقبلات إليه عمن تولى صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى ألسنتهم تقول أستغفر الله قل لحالي يضيق مما سوى الله صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى أستغفر الله مما سوى الله وكل شيء يقول الله أستغفر الله مما سوى الله وكل شيء يقول الله أستغفر الله مما سوى الله وكل شيء يقول الله أستغفر الله مما سوى الله وكل شيء يقول الله أستغفر الله مما سوى الله وكل شيء يقول الله أستغفر الله مما سوى الله وكل شيء يقول الله أستغفر الله مما سوى الله وكل شيء يقول الله ربنا ستذكرهم جهدوا مع نفس أمارة لهم غير الله صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى نترى منهم سوى لفظة الله ونفوا غيره بلا لا وإلا صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى لا إله إلا الله 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 أيها الحاضرون أملا ماني استاذتي പേരൊരുസ്ഥാനവും മംഗലാരത്തെത്തി അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ലാ ദിക്റുകൾ കുറച്ച് ചുരുക്കി ചെല്ലാണ് അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ أيها الحاضرون ذكر ربي دونكم سبلهم فتهدي إلى الله صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى وابتغوا القدير صراطا سبيا إن فيه الأصول لله سهلا صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى والزموا راتبته وضبينا وحضار الفتور بالكسل ملا صلوات الكريم شهرا وحولا
المولى ألف ألف على الرسول المعلى فهو يسير بكم إلى الملكوت بانقضاء لظمة بإلا الله صلوات الكريم سهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى إلا الله 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 جلنوا ربكم بلفظ الجلالة جبروت ذكركم يا أخي الله صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى نظر الله صدركم من جلاء رين غيرية بالله الله صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى الله 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 لا تضيعون فائس العمر مقتا بسوى ذكرها وباب تجلى صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى قوم أفنوا وجودكم على ملا أوتي جمعا بذكر نفس توالى صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى هو 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 صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى نحى أسل العبادم من قدامي من ثبوت الوجود لله لله صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى الله موجود بالوجود 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 قل هو الله ليس شأن سواه وبستر الضمير حتما محلا صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى لزموا ذكركم به هو الله وبهاه وهو هو الله قولا صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى Allah, oh, 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 Allah, oh
الله 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 شيخه القدير يكتب الوجود محي الدين ولي من عز جل صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى هو يحيي قلوبكم بالرشاد فلكم من مريده نال نيلا صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى أحضروا ذكرى تستغير قلوبا وهو حق تحق ذكرا جميلا صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى حق تو حق 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 من هذا الله فهو جمع وفرقا مهتدي للبقاء مهما تخلى صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى اهتدوا بمقالكم أنت الهادي أنت الحق فليس الهادي سوى الله صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى أنت الهادي أنت الحق ليس الهادي إلا هو 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 أنت الهادي من أراد الرقي فالله كافي فهو يعلي بالتراقل أعلى صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى قل إذا ما فنت لله كل عزم يا رب ما بقلبي غير الله صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله
نور محمد صلى الله لا إله إلا الله ثم صلوا على شفيع الرسول ما استطعت وسبحوا الله تولى صلوات الكريم سهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى واحمدوه وكبروه ثلاثا ما ثلاثين ذا كفاكم سبيلا صلوات الكريم سهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى سبحان الله 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 الحمد لله 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 الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد اذكروا الله قومي ذكرا كثيرا واتقوه ورقبوه كفيلا صلوات الكريم سهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى إن أردتم وصال جم العهيبة يوم دعوا جزيلا صلوات الكريم سهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى حي القيوم 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 الله لا إله إلا هو الحي 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 القيوم واختموا فردكم بتهليل ذكري واذكروه كما هداكم طويلا صلوات الكريم سهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ربي صل محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربي صل على النبي وسلم وعلى الآل ما يزارنا نملا وارحم الخليل نسلا لأحمد واعف عن الذنوب يا خير مولا وأعن الحاضرين والذاكرين واهمهم كل ضائيات وذلا وختام الجميع حسن وسلم كلهم ثم كلهم يا جليلا صلوات الكريم سهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى المعاذ المعاذ من شر شيطان ومن المخزيات في كل أهيا بسم الله ابتديت ربي دعائي فلك الحمد دائما يا رجائي صلوات الكريم سهرا وحولا ألف ألف على الرسول المؤلى يا ربي صل وسلم على النبي والآل والصحب وزدهم مرتبا يا ربي صل وسلم على النبي والعالم لاح العوالم من هبا يا ربي صل وسلم على النبي والعالم سمع الأذان مرتبا يا ربي صل وسلم على النبي والعالم قال المصلي مرحبا يا ربي صل وسلم على النبي والعالم معظ الخطيب و أعربا يا رب صل وسلم على النبي والعالم أبا صبانه والقبا يا رب صل وسلم على النبي والعالم لب الحجيج و قرابا يا رب صل وسلم على النبي والآل ما شم الكرام شذ الحبا يا رب صل وسلم على النبي والآل ما أترى سرات للعبا يا رب صل وسلم على النبي والآل ما فاح المصلي أطيبا يا رب صل وسلم على النبي والآل ما نال المسلم منصبا يا رب صل وسلم على النبي والعالم سجع الحمام وهجوبا يا رب صل وسلم على
للنبي والعالم صدق القطعات وأسوب يا رب صل وسلم على النبي والعالم صدع البلابل غيهبا يا رب صل وسلم على النبي العالم علم والسراب والهبا يا رب صل وسلم على النبي والعالم ضاع السراج ورحبا يا رب صل وسلم على النبي والعالم صاغ الشراب وأعذبا يا رب صل وسلم على النبي والعالم عبد التراب مذهبا يا رب صل وسلم على النبي والعالم بشر رجاه وصيبا يا رب صل وسلم على النبي والعالم الأثمار طابت من سبا يا رب صل وسلم على النبي والعالم صاغ القلوب إلى النبا يا رب صل وسلم على النبي والعالم غفر المؤمن مذنبا يا رب صل وسلم على النبي والعالم ستر الحليم طيبا يا رب صل وسلم على النبي والعالم الأبدان صحة من وبا يا رب صل وسلم على النبي والعالم نفع دواء مجربا يا رب صل وسلم على النبي والعالم شرقي يزاه مغربا يا رب صل وسلم على النبي والعالم الإيمان زاد مغربا يا رب صل وسلم على النبي والعالم الإسلام دين مجتبى يا رب صل وسلم على النبي والعالم التوحيد تشبيها أبا يا رب صل وسلم على النبي والعالم العرفان أعذب مشربا يا رب صل وسلم على النبي والعالم نار الفؤاد مهذبا يا رب صل وسلم على النبي والعالم قمل اليقين تغلبا يا رب صل وسلم على النبي والعالم الإخلاص أبجح مطلبا يا رب صل وسلم على النبي والعالم حسن الفناء تقربا يا رب صل وسلم على النبي والعالم جمع البقاء وانسبا يا رب صل وسلم على النبي والعالم تمكين زانة أدبا يا رب صل وسلم على النبي والعالم التهرير فينا موجبا يا رب صل وسلم على النبي
النبي والعالي والصحبي وزدهم مرتبا. بالله نرجو أن تشافع سيدي في كل من صلى عليك وأترابا. لا زال من صلى عليك وسلما محبوبا من فرض الصلاة وأوجبا. عصينا فارحمنا وسنا معتبا. فضلا لهذا القاهر محمد ولمن أحب وسعتهم مهربا. يا ربي بلغ قصدنا وختامنا. أنسل بي جاي وغلل من خشف الضيبا. يا حي يا قيوم فضلك أوسع من ذنبينا فلكم وكم لك موهبا. حسينا ختامنا أهل الثناء مثل ما حسنت ختم ظهورنا. يا ربي صل وسلم على النبي والآل والصحب وزدهم مرتبا. ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗം നടക്കുകയാണ്. ഉസ്താദ് അടുത്ത വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ വരും. അതുപോലെ പേരോട് മുഹമ്മദ് അസ്ഹരി മംഗലാപുരത്ത് നേരത്തെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് 9:30 പ്രസംഗം നടത്തി 10:20 ട്രെയിന് പോകുന്നതാണ്. പക്ഷെ പിന്നീട് അത് മാറ്റി ഉച്ചക്ക് ഇപ്പൊ അവിടുന്ന് കാറിലേ വന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ലാ 2 മണിക്കൂർ നല്ല പ്രസംഗം നടത്തുന്നതാണ്. അതിനു മുമ്പായി നമ്മുടെ ദക്ഷിണ കന്നഡ ജില്ല SSF പ്രസിഡന്റ് ഇബ്രാഹിം സഖാഫി സർക്കള ആശംസ അറിയിച്ചു പ്രസംഗിക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഇൻഷാല്ലാ മാണി ഉസ്താദ് എത്തുന്നതാണ്. എല്ലാം കൊണ്ടും അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി പൂർണ്ണമായി നമ്മളെ മജ്ലിസ് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. സഹായിച്ച അധ്വാനിച്ച പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു ഖൈറുൽ ജസാ പ്രതിഫലം നൽകുമാറാവട്ടെ. പേരോട് മുഹമ്മദ് അസ്ഹരിയുടെ പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് പിരിയാം. വേറെ സദാത്യങ്ങളൊന്നും വരാനില്ല. സുഹൈൽ തങ്ങൾ വരാം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. പക്ഷെ ഇന്ന് ഉച്ചക്ക് വിളിച്ച് അവര് തന്നെ നടത്തുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ ദശവാർഷിക സമ്മേളനത്തിന്റെ തുടക്ക ദിവസമാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ അവസാനത്തിൽ മുമ്പർക്ക് ശ്രീലങ്കയിൽ പോകാനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് സുഹൃത്തങ്ങൾ വരുന്നില്ല. പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ദ്വാരന്നിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഒന്നിച്ചു പിരിയാം. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം സർക്കാഫിയെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളു.